الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة الإسراء نتذاكر شيئًا من آيات هذه السورة العظيمة، ونستشعر ما فيها من المعاني، ونتدارس الأحكام التي اشتملت عليها هذه السورة. فلعلنا بإذن الله جل وعلا نستمع لعدد من الآيات القرآنية من هذه السورة الكريمة، وليكون ذلك من أسباب معرفتنا لمعانيها وتقربنا لله عز وجل بتدارس ما فيها من الأحكام. فلنستمع للآيات من هذه السورة الكريمة ليكون ذلك منطلقا لدراستنا لها. فليتفضل القارئ مشكورا، جزاه الله خيرا وبارك الله جل وعلا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة
والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عدداً من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يتفطن لها. فأول ذلك أن الله جل وعلا أمر عباده بأن يتلفظوا بالألفاظ الجميلة وأن يتكلموا بالكلام الحسن، وهذا يشمل ذكر الله جل وعلا كما يشمل أيضا مخاطبة الناس بالخطاب الحسن، فكلاهما داخل في هذه الآية. فإن قال قائل أيهما أفضل، صمت الإنسان أم كلامه؟ قيل كلامه الحسن أفضل، وصمته عن الكلام السيء أفضل. ومن هنا فليس الصمت هو الأولى بالعبد، بل الأولى بالعبد أن يكون ممن تكلم بالحسنى وبالكلام الأحسن. وقوله هنا أحسن صيغة مفاضلة، أي ليختر أفضل الأقوال وأجمل الألفاظ ليتكلم بها. ثم قال إن الشيطان ينزغ بينهم، يحتمل معنيين، إما أنه يزرع العداوة بينهم بسبب الكلام الذي يتكلم به بعضهم في بعضهم الآخر، وإما أن يراد به أنه ينزغ في قلوبهم ما يبعدهم عن ذكر الله ويجعلهم غافلين عن ذكره سبحانه وتعالى. ثم ذكر المعنى في هذا فقال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والشيطان سمي بهذا الاسم لأنه قد أبعد عن رحمة الله جل وعلا، فشطن بمعنى ابتعد. كان للإنسان عدوا مبينا، أي عدوا واضح العداوة، ولذلك فهو يريد من الإنسان أن يكون بأسوأ الأحوال، فمرة يزرع العداوات فيما بينهم، ومرة يجعلهم يعرضون عن الله إما بالشرك أو البدع أو المعاصي. وقد ذكر الله جل وعلا فيما يأتي سبب هذه العداوة حينما حسد إبليس آدم عليه السلام. فهذه الآية عظيمة النفع لمن استشعر المعاني التي اشتملت عليها هذه الآية. ثم قال جل وعلا ربكم أعلم بكم، أي أن الله جل وعلا عالم بجميع أحوالكم، بل علمه بكم أكثر من علمكم بأنفسكم، ولذا قال ربكم أعلم بكم، لم يقل عالم بكم، وإنما قال واستعمل هنا صيغة التفضيل، فالله أعلم بنا منا بأنفسنا. ثم قال إن يشأ يرحمكم، أي إذا قدر الله جل وعلا للعبد دخولا في طرق الخير سيكون ذلك من أسباب رحمة الله جل وعلا به، وإن يشأ يعذبكم، فإن الأمر لله جل وعلا يوفق من يشاء للخير والهدى ويترك من يشاء ليكون من أهل الغواية
فيكون من أهل العذاب. وهذه سنة في الكون أن الله قد فاضل بين العباد فلم يجعلهم على طريقة واحدة، بل غاير بينهم. ولذا ذكر الله جل وعلا هذا التفضيل، ثم قال: وما أرسلناك عليهم وكيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، وأما الحساب وتتبع أحوال العباد فهو إلى الله جل وعلا. ولذا قال: وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي تتوكل بأمورهم وتقوم بها. ثم قال: وربك أعلم بمن في السماوات. أتى باسم الرب المشعر بعظم فضل الله على نبيه بأن رباه بالنعم الدينية والدنيوية، وقال: أعلم بمن في الأرض. فجميع من في الأرض الله مطلع على ما عندهم، عالم بأحوالهم. ثم ذكر التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام، فقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فلم يجعلهم على رتبة واحدة، بل كانوا متفاوتي الرتبة. ولذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الرتب، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم يأتي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وهكذا أولو العزم من الرسل والأنبياء يتفاضلون في مراتبهم وليسوا على رتبة واحدة. وقد ذكر الله هنا نبيا من أنبيائه فضله بأن آتاه كتاب الزبور، ألا وهو داود عليه السلام. ثم قال جل وعلا: قل لأهل مكة الذين لا زالوا على شركهم ولم يكونوا من أهل التوحيد، الذين اتخذوا أندادا يعبدونها من دون الله، قل لهم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فإن من تدعونهم لا يملكون شيئا في الكون. فهذه الأصنام التي تتوجهون لها بالعبادة، وهذه المعبودات من دون الله من الأشجار والأحجار وغيرها، لا تنفعكم شيئا ولا تستجيب لدعائكم ولا تتصرف في شيء من الكون، وبالتالي فهذه المعبودات لا تستطيع أن تبعد عنكم أي نوع من الشر، ولا تستطيع أن تحوله عنكم ليكون عند غيركم، ولا تستطيع أن تجلب لكم أي نوع من الخير، بل إن من يعبد من دون الله من الأولياء والصالحين بل والأنبياء والملائكة يدعون الله جل وعلا ويتوجهون إليه سبحانه وتعالى. ومن ثم فكما أخلصوهم في دعائهم لله، فعليكم أن تخلصوا في ذلك كما أخلصوا. ولذلك نجد أنهم يبتغون أي يريدون ويطلبون إلى ربهم خالقهم ومدبرهم الوسيلة، أي الطريق الذي يوصلهم إلى الله، وكل منهم يسعى لأن يكون عالي المرتبة. ولذا قال: أيهم أقرب
أي أنهم يبتغون إلى ربهم الأعمال الموصلة إلى رضاه أملاً في أن يكون كل واحد منهم أقرب إلى الله جل وعلا. فهذه المعبودات مشتغلة بسلوك الطريق الموصل إلى رضا الله جل وعلا. ومن ثم فينبغي بكم أن تسيروا على طريقتهم لا أن تصرفوا العبادة لهم. فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يسعون ويتنافسون من هو الأقرب إلى الله جل وعلا، ثم هم يرجون رحمته أي يؤملون أن يصيبهم الله بخير من عنده وأن ينيلهم شيئا من الرحمة، ويخافون عذابه أي يحذرون من أن ينزل بهم العذاب. ولذلك عليكم يا أيها المخاطبون أن تكونوا مثل هؤلاء الذين توجهتم لهم بالعبادة، عليكم أن تتصفوا بهذه الصفات فتكونون من أهل الإخلاص لتكون أعمالكم لله، ترجون القرب منه سبحانه، وعندكم أيضا الرجاء في فضله وإحسانه، وعندكم الخوف والحذر من عقوبته. ثم قال إن عذاب ربك أي ما ينزله الله بالأمم من العذاب يحذره العقلاء ويخاف العقلاء من نزوله بهم. فحينئذ عليكم أن تسيروا على طريقة هؤلاء من الإخلاص والرجاء والخوف من الله والمحبة له سبحانه وتعالى. ثم قال وإن، وهذا حرف نفي يعني لا يوجد من قرية، قيل بأنها عامة وقيل بأنها خاصة في القرى المشركة والمكذبة بوعد الله والمكذبة لرسل الله، فإن من كان كذلك لا بد أن تنزل به العقوبات الدنيوية وأن يأتيهم العذاب الذي يهلكهم ويستأصلهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة. ولذا قال وإن من قرية أي لا يوجد قرية فأكبر منها إلا متى كانوا مكذبين لرسل الله فإن الله سيهلكهم أي ينزل بهم العذاب الذي يستأصلهم، وهذا في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة يوم القيامة. قال أو معذبوها عذابا شديدا أي إذا لم ينزل بهم العذاب الذي يستأصلهم فينزل بهم العذاب الموجع لهم الذي لا يستطيعون منه فكاكا. ومن ثم هذه دعوة لهؤلاء الأقوام بأن يعودوا إلى الله ليسلموا من عذابه سبحانه وتعالى. ثم قال كان ذلك أي إهلاك الأمم المكذبة في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورة أي مسجلا مكتوبة في أسطر تكتب فيها أحوال الناس ووقائعهم. وكان من شأن أهل مكة أن طلبوا الآيات فقالوا أعطنا آيات تدل على صدقك من أجل أن نؤمن بك ونسير على طريقتك. وقد أراهم الله الآيات، ومن تلك الآيات وقعت الإسراء
التي ذكرت في أول هذه السورة، فإنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما روى لهم حادثة الإسراء، فجلسوا للمناظرة معه يريدون بزعمهم أن يظهروا كذبه، فاجتمعوا به في مجمع من الناس وطلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى، فأظهر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صورة المسجد الأقصى كأنه يراها، فأصبح يصف لهم بيت المقدس وما فيه من العلامات، فكانت هذه آية عظيمة تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد أخبر عن حال قافلة تجارية كانت لأهل مكة في الطريق بين الشام ومكة، فأخبر بأفعالهم وبأحوالهم، فلما وردت القافلة صدقت النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله، فكانت هذه آية عظيمة، ومع ذلك لم يقنعوا بها، بل قد جاءت آيات أخرى من مثل ما ذكره جل وعلا في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، فقد انشق القمر في زمانهم حتى رأوا الجبل بين فلقتي القمر، ومع ذلك رأوا الآيات العظيمة فلم يؤمنوا. ومن أعظم الآيات مشاهدة نصرة الله جل وعلا له، فإن الله سبحانه وتعالى لا زال ينصره ويؤيده ويكون معه، وما ذاك إلا لصدقه فيما دعا الخلق إليه. ثم هؤلاء القوم مع ذلك لا زالوا يقولون أعطنا آية نصدقك عليها، وهم قد جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا بها. ثم ذكر الله جل وعلا أن الأمم السابقة قد جاءتهم آيات عظيمة ومع ذلك لم يؤمنوا، فكان هذا من أسباب هلاكهم وما حل بهم من العقوبة الشديدة. ولذا قال يا قريش يا أيها المشركون انتبهوا، فإن ما تطلبونه قد يكون سبب شر وهلاك بالنسبة لكم، ومن ثم فليس من العقل ولا من إدراك عواقب الأمور أن تطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، ما دام أن معه البراهين والأدلة والحجج القاطعة فاكتفوا بذلك. وأما ما يتعلق بالآيات فهذه العلامات التي تطلبونها لا تنفعكم شيئا، فإنها لن تزيدكم إلا عنادا، وسيكون تكذيبكم بها سببا من أسباب نزول العقاب بكم. ولذا قال وما منعنا، أي أن السبب الذي من أجله لم يرسل الله جل وعلا بالآيات والعلامات الواضحة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأولين لم يؤمنوا بها بل كذبوا بها، فكان هذا من أسباب نزول الهلاك بهم. ثم ذكر الله جل وعلا مثالا لذلك، كانوا في جزيرة العرب يسكنون في مكان مقارب لسكن قبيلة قريش وأهل مكة، فقال وآتينا ثمود الناقة، ثمود نبي قوم صالح، وقد سأل ربه علامة
فأتاه الناقة، فكانت ناقة عظيمة خرجت من صخرة، ثم كانت هذه الناقة تشرب جميع مياههم في يوم وهم يشربون من لبنها، فكانوا على كثرة عددهم يرويهم ما يحلب من هذه الناقة، وفي اليوم الآخر تكون سقي الماء لهم. فهذه آية عظيمة، أولا في خروجها من صخرة، وثانيا في عظمها وكبر حجمها، وثالثا في كونها تستوعب جميع مياههم، وفي كونها تطعمهم ويكتفون بما يخرج منها من الحليب والألبان. فهذه آية عظيمة واضحة، ولذا قال جل وعلا: وآتينا، أي أعطينا ثمود، أي قوم صالح، قوم صالح. فالنبي صالح عليه السلام، وثمود هو اسم القبيلة. قال: وآتينا ثمود الناقة، أي أنثى الجمل التي خرجت من الصخرة، وكان لها شأن عظيم، وكانت آية واضحة بينة، ولذا قال مبصرة، لكنهم ظلموا بها فعقروا الناقة، فكان ذلك من أسباب نزول العقوبة الشديدة بهم، حيث جاءتهم الرجفة فصعقتهم جميعا. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي السبب الذي يجعل الآيات والعلامات تأتي لأقوام الأنبياء أن يخوفوا من نزول العقاب بهم في الدنيا. ثم ذكر رب العزة والجلال معنى آخر فقال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي أن الله جل وعلا قد علم أحوال العباد، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، وقدر عليهم فلا يعجزونه في شيء، وهو المتصرف فيهم والمدبر لأمرهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يؤمن هؤلاء. والله تعالى قد اطلع على قلوبهم وعلم بأنهم ولو رأوا الآيات الكثيرة الكبيرة فإنهم لن يؤمنوا. ثم قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قيل بأنها رؤيا منامية أطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الخفايا، فكان عنده من العلم ما ليس عند غيره في ذلك. وقيل بأن المراد الرؤية البصرية وليس الرؤية المنامية. وما جعلنا الرؤيا، أي المناظر التي شاهدتها والتي أراك الله إياها، وذلك في حادثة الإسراء التي بدأت بها هذه السورة، إلا لمعنى، ألا وهو فتنة الناس، بحيث يختبرون من الذي يسلم للحق ويصدق دعوة الرسل، من الذي يبقى عنده تشكيك في ذلك. قال: والشجرة الملعونة، وهي شجرة الزقوم، وقد جاء ذكرها هنا وفي موطن آخر. قال: ونخوفهم، أي أن الله جل وعلا يعقد بين أعين الناس وخصوصا أهل الإشراك الآيات والأدلة والبراهين الدالة على صدق الرسالة، ومع ذلك لا
يستجيبون، ويريهم الله جل وعلا ما أنزل بالأمم السابقة من أنواع العقوبات الشديدة ومع ذلك لا يستجيبون. قال: ونخوفهم بعقوبة الله جل وعلا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي أن هذه الأدلة والبراهين العظيمة لا يتلقون ما أخبر الله به بالتسليم والانقياد، وإنما يقابلونه بالتكذيب وعدم التسليم. ومتى نزل من عند الله جل وعلا ما يخوفهم ويحذرهم من الآخرة ويقال لهم صححوا مسار حياتكم الأولى، فإنهم حينئذ لا يزيدهم ذلك إلا طغيانا، أي تجاوزا للحد على هيئة كبيرة وكثيرة. ولذا قال: فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ففي هذه الآيات فوائد وأحكام كثيرة، لعلي أشير إلى شيء منها. أول ذلك أن الله جل وعلا يأمر العباد بأن يتكلموا بالكلام الأفضل الأحسن، مما يدل على أن الكلام قربة يتقرب بها لله جل وعلا متى كانت على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان بأن يختار أفضل الأقوال وأحسن الكلام، ليكون ذلك من حسن خلقه الذي يدخل به الجنان. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من شغل وقته بما لا يعود عليه بالنفع، وفيها تحذير الإنسان من أن يجعل مجالسه مجالس معصية يعصى الله جل وعلا فيها، ومن ذلك الكلام في أعراض الآخرين والتفكه بذكر سقطاتهم ومعايبهم. وفي هذه الآيات التحذير من عدونا الشيطان الرجيم بحيث لا ننقاد له ولا نسلم له. وفي هذه الآيات بيان أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة ظاهرة ليس فيها مهادنة ولا مجاملة، ولذا على الإنسان أن يحذر من هذا العدو. وفي هذه الآيات في قوله ربكم أعلم بكم تأكيد علم الله عز وجل لجميع خفايا الإنسان بحيث لا يخفى عن الله من خلجات صدره شيء. وفي هذه الآيات أن الهداية رحمة من عند الله، فهو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء والعلماء وأن وظيفة الأنبياء والملائكة والصالحين هي تبليغ الشريعة وتعليم الناس أحكام الدين، وأما العبادة فإنها حق لله جل وعلا، وبالتالي لا يصح صرفها لأحد سوى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات فضل داود عليه السلام وما آتاه الله وما أنزله عليه من الكتاب المقدس الزبور. وفي هذه الآيات خطاب لأهل الشرك بأن أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم لا ينتفعون بها عند الله جل وعلا ما داموا على
الشرك وعدم صرف شيء وعدم صرف الأفعال لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الأنبياء عليهم السلام يسعون إلى ما هو محصلا لدرجة الفضل عنده. وفي هذه الآيات تحذير أهل المدن والقرى من نزول عقوبة الله، فإن لله جل وعلا سنن في الكون، وما يقع من بعض الأمم من مخالفة يعاقبون عليها هذا تحقيق ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد لا يقضي بالهلاك على أمة مكذبة، ولكنه يقضي عليهم بالعذاب الشديد الذي يتألمون منه في الدنيا. وفي هذه الآيات بيان أن أحوال الناس المستقبلية مسجلة في اللوح المحفوظ، وبالتالي لا يخفى عليه شيء. وفي هذه الآيات أن شأن أهل الكفر سؤال العلامات والآيات الدالة على صدق هذه الرسالة. وفي هذه الآيات بيان موقف أهل الإيمان من رد هذا الكلام بأن يقال كان للناس قبل النبوة زمان يعبدون الله فيه فيقيمون مواطن العبادات. وفي هذه الآيات فضل صالح عليه السلام وعظم أجره. وفي هذه الآيات تفضيل صالح على غيره. وفي هذه الآيات أن الاستجابة بإحضار آية من الآيات والعلامات لا تفيد صاحبها. وفي هذه الآيات أن ثمود ظلموا الله بقتل الناقة، ثم قال وما نرسل بالآيات، أي هذه الآيات إقامة للحجة، فهذه العلامات والمعجزات إقامة للحجة من الله على العباد، وبالتالي فالحجة قامت عليك بذلك. نعم. وفي هذه الآيات أن الله إنما يرسل بالآيات تخويفا ليخوف العباد من العقوبات الدنيوية والأخروية. وفي هذه الآيات سعة علم الله، وأنه يحيط بالخلق أجمعين، وأنه أعلم بالعباد من أنفسهم. وفي هذه الآيات عظم آية الإسراء. وفي هذه الآيات أن الله يختبر العباد بعرض ما في الكتاب والسنة مما نزل به الوحي على العباد، هل يصدقون بها أو لا، وهل يؤمنون بها أو لا. وفي هذه الآيات التذكير بما يكون في نار جهنم من شجرة الزقوم. وفي هذه الآيات الاهتداء بهدي القرآن، وفيها زيادة الخوف عند من يقرأ آيات كتاب الله، ولذا قال ونخوفهم. وفي هذه الآيات التحذير من الطغيان، والمراد بالطغيان مجاوزة الحد الذي حده الشرع للشخص، وقد يكون ذلك من البشر وقد يكون من الحيوان. قال ونخوفهم بوجود هذه الآيات العظيمة
لكنهم لا يتعظون ولا يتذكرون، وإنما يكون شأنهم الزيادة في الطغيان الذي يشمل التكبر والتجبر والترفع، ويشمل أيضا غرور الإنسان بنفسه بحيث يظن أن هذه النفس تصل إلى ما يصل إلى ما لا يصل إليه غيرها. قال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي تجاوزا للحد، وهذا التجاوز يوصف بأنه كبير أي عظيم. فهذا شيء من معاني هذه الآيات. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يهديهم وأن يوفقهم لكل خير، ونسأله جل وعلا سلامة وسعادة وحسن عاقبة، كما نسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.